ذكر النهاردة حسبنا الله ونعم الوكيل. عن ابن عباس رضي الله عنه بيقول كلام حلو قوي، بيقول حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها موسى حين قال له أصحابه إنا لمدركون، وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يا سلام، حسبنا الله ونعم الوكيل، كأن ابن عباس عايز يلفت نظرك إنها بتتقال دايما في المواقف الصعبة. سيدنا إبراهيم في النار، سيدنا موسى وفرعون جاي وراه، النبي وأصحابه وقريش خرج ليهم تريد أن تفتك بهم، التلاتة اختاروا أنهي ذكر يقولوه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. جربت قبل كده إحساس الكفاية بالله؟ يعني إيه الكفاية بالله؟ إنك تستكفي بالله. هو مش كفاية ربنا ليك ولا إيه؟ لو حد ظلمك جرب كده ربنا يكفيك وكفى بالله شهيدا. لو مالكش حد في الدنيا يتولى أمرك وكفى بالله وليا. لو مفيش حد واقف جنبك ينصرك وكفى بالله نصيرا. لو بذلت كل مجهودك ومفيش نتيجة وكفى بالله وكيلا. لو محدش مقدر مجهودك وكفى بالله عليما. لو كلهم ضدك فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده؟ مش كفاية ربنا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. مش شرط انك تكون بتحسبن على حد ظلمك، حسبنا الله ونعم الوكيل بتقول له وكلتك في الموضوع الفلاني مش عارف اتصرف. اما ذكر جميل بشكل، املأ قلبك وكيانك وقول حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.